سؤال مهم عن تغريدة سيد الصدر، وما أعرف إذا تقدر يعني أنت قربك من يعني من المشهد أقرب من عندنا. تصريح الصدر بعد اللقاء ويا السيد نجرب بارزاني والحلبوسي يدعو لوقف الإرهاب ضد الشعب والشركاء. وخلي يقول الجماعه اليمه هم الارهاب كلام عندهم هيك قاعد يلمه خلي لا مو قصدي ضد الشركاء شنو الاطار شنو دا يستهدف الشركاء ما في داعي يعني طلعها في التغريده خذ جماعه ما بس يقول لهم بها يعني بينه وبينهم يقول لهم يا كافي ارهاب لانه يعني الحلبوسي من سواها مثلا الحلبوسي والخنجر متورطين بالارهاب سواها الموصل من سواها سبايكر من سواها ولدنا من قتلهم مفخخات والاف الانتحاري من سواهم يعني هم جماعة قاعدين بس يعني قل لهم وخلي يوصلونها من ربعهم برا خارج الحدود يا إلهي تصريح أما موضوع لا واضح ماكو شيء هو سر أنا لا بس مو شركاء يعني أحترم يعني كأنما أنه أكو الآن إرهاب وفوضى ضد شركاء السيد الصدر وين هسه وضغوطات وين شو يجوز ذني الكاتيوشات اللي هو عند الفلوجة والقرمة اللزم هذا أكرم اللزم والبقية شو ما اللزم ما أربيل انضربت صواريخ سفارة انضرب صاروخ ثاني يوم يجيبونهم مجموعة من الفصائل يذبوهم بس يقولون ذولا هم اللي ضربوا السفارة شو اللي ضربوا الحلبوس لسه ما عرفناهم منهم طيب أنا أحترم الشيخ ورأيه لكن للمعلومة أنا قريب من تشكيل الحكومة أيام الكاظمي والكابينة الوزارية حسان عرض على الحكمة والحكمة لم يعلقوا بأي جواب لا سبب ولا إجابة قالوا كيفك وزارة أي وزير تجي بيجي ما عندنا مرشح لوزارة النفط وأنا اللي وسطوني اللي وسطني يعني رئيس وزراء السيد الكاظمي أنه بس خلي يقولون إيه لا هذا حسان أنا مرشحه وهذا بالحسان قريب عليكم للمعلومات وأنا أقولها على الفضاء الآن على الهواء حسان لم ينتمي للحكمة ولا يوم في حياته إلى اليوم ما منتمي للحكمة ولا نهاية. وزارة النفط شو اسمها هي من حصة الحكمة حسب المقاعد حصة مكون أنا قلت أحترم رأيه بس أوضح لهاي الصورة وللمشاهد الكريم ورحت يابا رئيس وزراء أقول أنا باكر أعرض الكابينة وحسان أنا طارحة وزير النفط شنو رأيكم قالوا ما عندنا رأي أي واحد إذا خليه خليه ما عندنا مشكلة أنا أمين على هذه الكلمة الله يشهد عليها لم يتدخلوا ولم يضغطوا ولم أي شيء من هذا. أكو عندهم عضوة مجلس النواب كانت رافضته ومقدمة عليه ملفات فساد. هاي اللي راح صوتت اللي راح صوتت خلاف. وبعدين ما جاء بس بعدين قلنا أو ما جاء. شاشة حطينيها أنت مو. من هي هاي؟ يا هي اللي صوتت 50,000 دولار. 150,000 ليش؟ 150,000 دولار. صوتوا على منو؟ أقول يا هي هاي اللي انباعت 150,000 دولار لو غيرها. إيش باعت؟ مرشحات. مرشحاتكم هي سفاسة. لا حسن أنت مو ذب بالنهاية قنبلة وتروح. منو اللي أخذت 150,000 دولار؟ أنا سأل الشيخ يقول أكو واحدة نائبة كانت وياكم هيك قلت له من هي؟ هي لحد الآن مرشحاتهم فازت بانتخابات اسم فايزة. ما عندنا نائبة فايزة. شيء من البصرة؟ أربعة زلم. على البصرة هي على البصرة؟ يعني زهرة طلعت. زهرة طلعت. ما عندنا ولا زلمة. لا زهرة طلعت. زهر وين طلعت؟ زهر بجاري طلعت بالحكمة؟ زهرة مو بالحكمة أصلاً قبل بالحكمة اللي بجاري؟ بالانتخابات فات بالحكمة مو بالحكمة لا مو بالحكمة لا 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 مو المهم لا لا بس احنا هذا موضوعنا إذا هذه الحلقة على لا 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 مو هذا احنا قصدنا أنا مو إشكال الشيخ على الموضوع وقال ضغطه وأنا الله يشهد علي وأنا لا أميل إلى أي طرف مهما كان الطرف هذا يمين ورانا قبر لم يتدخلوا إطلاقاً في تسمية وزير النفط غيرها وزارة المين مو المين هذا حكي موضوع آخر